الحمد لله كنبغي نشكر اللعابه اللي كانوا رجاله في الملعب. المباراه ما كانت سهله، عارفين كنواجهوا واحد الخصم اللي صعيب. الحمد لله حققنا واحد 3 نقاط اللي غادي تخلينا اننا نزيدوا نستمروا في باقي المقابلات. كنبغي نشكر جمهور الاهلاوي اللي جا ساندنا بكثافه، فريق الاهلي مزيد من التالق ان شاء الله ومزيد من المباراه ان شاء الله. اكيد الخبرات الكبيره مع لاعبي النادي الاهلي قدرت ان هي تدخل رضا سريعا وينسجم سريعا، مين من اللاعبين اللي يمكن لبصمه كبيره جدا مع رضا خلال الفتره اللي فاتت؟ بصراحه اللعيبه كاملين انني كيساعدوني داخل الملعب وخارج الملعب، كنبغي نشكرهم من هذا المنبر، كنبغي نشكر اللاعبين كاملين حيت لاعبين الرجاله وشكرا لهم. اخيرا دوري صعب، عندنا موسم مليء بالبطولات، تيشيرت النادي الاهلي قيمته كبيره جدا والهدف هو الحصول على البطوله، رضا شايف ازاي هذا الموسم الصعب والمليء بالبطولات؟ بصراحه اللعابه كيشوفوا ان هذا الموسم غادي يكون صعب، حيت اي فريق كيواجه نادي الاهلي كيبغي يقدم داك الشيء كامل اللي عنده. ان شاء الله احنا حاسين بالمسؤوليه اللي علينا، غادي ندوا الالقاب وغادي نفرحوا الجماهير الاهلاويه.